سي بأي مكان، لأن هو ما حدد لي. زين، لإقامة عمود من النقطة المعلومة نتبع ما إلي، نركز الفرجال في النقطة سي بفتحة مناسبة، نرسم قوسين يقطعان المستقيم على جانبي النقطة في E و D. هو إيش قال؟ نركز الفرجال بنقطة سي بفتحة مناسبة. نجيب الفرجال مالتي، هذا فرجالي، هسه هو فرجالي مسدود، ركزته. إيش قال؟ قال فتحة مناسبة. زين، إذا أنا عندي هذا الطول فلازم شوية أقل من هذا، فتحة مثلا نقول هالقد مثلا كمثال، لأن هو ما منطينا قيم. زين، ركزنا وفتحنا. نو وش يقول؟ نرسم قوسين يقطعان المستقيم على جانبي النقطة في E و D. أركز بالسنتر المركز. علمتكم تلزمون الفرجال الرسمة من نانه، الفرجال كله ما يلزم، غلط الرسم بس بهاي. أركزه، ركزته، لا تحرك، زين ثبته، لزمته هاي من نانه. أجي أسوي، وقف تحرك، أسوي خط قوس، رسمت القوس الأول، قال الجهة الثانية هماتين بها قوس. رسمت قوسين، هذا قوس وهذا قوس. نجي نشوف نوبة هو شو يريد. سماهن E و D. أجي أسميهن E. هنا مثلاً E وهنا D. تمام؟ زين، سميتهم. نوبة شو يقول؟ هاي خلصنا النقطة الأولى. نجي على النقطة الثانية. نركز الفرجال في النقطة دي. النقطة دي وين احنا حطيناها؟ هاي دي، نحط الفرجال بيها. هاي هيك النقطة دي، ركزنا الفرجال بالنقطة دي بفتحة أكبر من نصف إيدي.